المذيع الجميل المتألق إبراهيم بن سيف العزري. حقا إنه مذيع على طراز عالي ويتمتع بصفات الإعلامي الناجح الذي يفرض طبعا وبأسلوب جميل بأن يكون واحدا من الإعلاميين المحليين الجيدين في هذا الوطن الغالي. لقد بدأ المذيع إبراهيم العزري بداية طيبة وقوية، وظهر بشكل ملفت للجميع بأنه أحد دعائم الإعلاميين الذين تعتمد عليهم وزارة الإعلام في مشاركاتهم الداخلية والخارجية، وهذا طبعا لم يأتي من فراغ وإنما من رؤية المسؤولين بأنه يقدم طاقات كبيرة وجبارة في إنجاح أي عمل يسند إليه، لذا فهو يؤدي مهامه في أكمل وجه. لذا برز هذا الإعلامي الكبير، فتحية نقدمها إلى المذيع إبراهيم بن سيف العزري. أصدر معالي الدكتور عبد الله الحراصي وزير الإعلام قرارا وزاريا بتعيين الإعلامي إبراهيم العزري مديرا عاما ورئيسا لتحرير وكالة الأنباء العمانية. تنقل العزري خلال أكثر من 25 عاما في مجال الأخبار، بدأ فيها محررا ومعدا ومقدما، ليشغل لاحقا عدة مناصب قيادية في مجال الأخبار، بينها رئيس لقطاع الأخبار المساعد ومدير للأخبار المحلية ونائب لمدير دائرة الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وكان آخر هذه المهام القيادية رئيسا لقطاع الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قبل دمج الهيئة مع وزارة الإعلام. حصل العزري على وسام الإشادة السلطانية عن المشاركة في تغطية الأنواء المناخية في عام 2007 وجائزة الإبداع الإعلامي لأفضل برنامج تلفزيوني عام 2008. التحق بعدة دورات بينها برنامج الكفاءات الحكومية في عام 2018 وبرنامج قادة إدارة الأزمات بمعهد الأمن الدبلوماسي في واشنطن عام 2018 ودورة الإدارة الاستراتيجية للأزمات والطوارئ بكلية إدارة الطوارئ المملكة المتحدة في عام 2019 والدورة الدبلوماسية الكبرى وزارة الخارجية في عام 2017 وإدارة غرف الأخبار وكالة أسوشيتد بريس لندن عام 2014 ودورات متخصصة في الإعداد والتقديم البرامجي والإخباري بعدة مؤسسات محلية ودولية. تولى العزري أثناء عمله في غرف التحرير مسؤوليات تحرير النشرات والإشراف على التغطيات للمناسبات الوطنية، بالإضافة إلى تغطيات ميدانية داخل السلطنة وخارجها، بينها تغطية مشاركات المغفور له بإذن الله صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه في مؤتمرات القمم الخليجية وعدد من الزيارات الخارجية لجلالته، بالإضافة إلى تغطية العديد من المؤتمرات الدولية والقمم العربية التي شاركت فيها السلطنة. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.